إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا البيت على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بحول الله وقوته في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المسمى ب200 سؤال وجواب في العقيدة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وهذه هي الغاية من خلق الإنسان ووجوده في هذه الدنيا. وقلنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل قول باللسان يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، أو كل عمل بالجوارح يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وكذلك أعمال القلوب التي هي الحب والخوف والرجاء والإنابة والخشية والتوكل على الله، هذه كلها أعمال وعبادات يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فهذه كلها عبادة. بل الأوسع من ذلك أن المباحات قد تكون عبادات بالنية الصالحة، فالإنسان لو نوى أن ينفق على بيته وعلى أهله وعلى زوجته وعلى أولاده بالحلال الطيب، لو احتسبها عند الله فهي عبادة. فمفهوم الصدقة أوسع بكثير من مجرد الصدقة بالمال. وقلنا أن العبادة لا تكون عبادة يعني بمعناها أو بالصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كمل فيها شيئان، وهو كمال الحب وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأثبت أن العباد المؤمنون الصادقون يحبون الله سبحانه وتعالى أكثر من حب المشركين للأنداد وللآلهة التي يعبدونها. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وهذه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. سألت عائشة الصديقة رضي الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يعني يزنون ويسرقون ويفعلون ما يفعلون من المعاصي والمنكرات. قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، هم الذين من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الحب وبين الخضوع له سبحانه وتعالى في قوله: إنهم كانوا، أي الأنبياء، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقلنا أن قد يدعي الإنسان أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن المحبة هي الأساس، هي المحرك التي يعني يتحرك بها العبد. فأنت لا تتحرك إلى أي عبادة إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى. لولا أنك تحب الله ما تحركت، لولا أنك تحب الله سبحانه وتعالى ما جئت إلى بيته تصلي الجماعة، لولا أنك تحب الله سبحانه وتعالى وترغب فيما عنده من الثواب لما صمت النهار ومنعت نفسك من الطعام والشراب والمباحات، لولا أنك تحب الله سبحانه وتعالى ما أخرجت من مالك التي آتاك الله إياه، لولا أنك تحب الله سبحانه وتعالى ما تكلفت التكاليف المالية، وعليكم السلام والكسر، والتكاليف البدنية، وذهبت تحج بيت الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالأصل المحرك للإنسان هي محبة الله سبحانه وتعالى، لولاها لا يتحرك الإنسان إلى طاعة ولا يروح ولا يجيء. فقد يدعي بعض الناس أنه يحب الله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالآية التي تسمى آية الابتلاء أو آية البلاء أو آية الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة المحبة أنك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: تعصي الحبيب وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت ولدك إذا قلت له أمر فلم ينفذ هذا الأمر ويدعي ولدك أنه يحبك، هل ستصدقه؟ بالطبع لا.
كذلك ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر وأنت لا تريد أن تفعل هذا الأمر، أو نهاك عن شيء وأنت مصر أن ترتكب هذه المعصية ولا تستطيع أن تفارقها، إذن أنت لا تحب الله، فأنت تزعم أنك تحبه ولكن لست صادقا في هذا الحب. فعلامة الحب الحقيقي أن تحب ما يحبه الله وأن تبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. وفي أمثلة كثيرة على هذا على هذه المحبة من الصحابة رضي الله عنهم، تحدثنا عنها في اللقاءات السابقة. وصلنا إلى سؤال سأله المصنف رحمه الله تعالى، قال: بماذا عرف العباد ما يحب الله ويرضاه؟ بالطبع أننا لا نعرف الأوامر والنواهي أو الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى والأشياء التي يبغضها الله ويكرهها وينهانا أن نفعلها إلا عن طريق الوحي. فلولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا الكتاب الذي هو القرآن، ومن قبل أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأرسل إلينا الرسل، ما كنا نعرف ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العباد. فلذلك قام بهذا الأمر، قامت الحجة على العباد أجمعين. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا يا رب؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لما يقول أحد يوم القيامة: يا رب لما تعذبني، أو أنا ما كنت أعلم. لا، جاءتك الرسل وأنزلت إليك كتابا، وجاءك رسول وجاءك نذير، فأقمت عليك الحجة. قال سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم الحجة عليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالله سبحانه وتعالى ما أحد يحب العذر مثله جل جلاله وتبارك وتعالى. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد عذر يوم القيامة. فبهذا نعرف ولا نعرف ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، أو ما ينهانا الله سبحانه وتعالى عنه، إلا عن طريق هذا الوحي، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالاجتهادات الشخصية ولا بما يسمون بالمفكرين. لا، نحن الدين عندنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع قول أي أحد إلا بهذا الميزان، قال الله، قال رسول الله. وكذلك لا نتبع الأديان السابقة، لا نتبع شريعة التوراة ولا شريعة الإنجيل، لأن القرآن نزل ناسخ لهذه الشرائع كلها. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا يعني نسخ كل الكتب السابقة ونسخ كل الأديان السابقة. فرسولنا هو الرسول الخاتم للرسل والأنبياء، وكتابنا القرآن هو الكتاب الذي نسخ الله به كل الكتب السابقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي متشككون فيها، أي متحيرون، هل أنت في شك مما جاءنا من الله سبحانه وتعالى؟ متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم أو تركتكم على بيضاء نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، الدين واضح وظاهر وكل أحد يعلمه، كل أحد يعلمه، المتعلم وغير المتعلم. لو أراد أن يتعلم الإنسان سيجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين، وليس له يعني حاجة أن يطلع في غيرهما. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين أتمه الله سبحانه وتعالى وأكمله وأتم علينا النعمة، فلا يأتي بعد ذلك أحد يريد أن يزيد في هذا الدين شيئا أو ينقص منه شيئا. فنعرف ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وكذلك ما يكره الله سبحانه وتعالى ويأباه وينهانا عنه، بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ثم قال بعد ذلك شروط العبادة، ما هي شروط العبادة؟ قال العبادة، يعني المصنف رحمه الله تعالى ذكر
شرط ذكر شرطين وأغفل أهم شرط. ذكر أن العبادة عشان تقبل عند الله سبحانه وتعالى لابد لها من شرطين، لابد لها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أي إنسان هيعمل عبادة وهو ليس مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى فعبادته مردودة عليه. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالإنسان لو عمل عبادة أراد بها وجه الله وأراد بها فلان مراءة وسمعة، العبادة مردودة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي زيادة في بعض الروايات: فأنا منه، فهو للذي أشرك وأنا منه براء. فإذا العبادة إذا صرفت إلى غير الله سبحانه وتعالى من صلاة أو صيام أو نذر أو ذبح أو دعاء أو استعانة بغير الله أو استغاثة بغير الله، كل هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. بل لو عمل الإنسان العبادة كما قلنا لله ولفلان، هي لفلان ليست لله سبحانه وتعالى. ما كان لله يكون خالصا له وحده لا شريك له، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. فالعبادة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الشرط الثاني من الشروط قبول العبادة أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إنسان مخلص وعنده إخلاص لله سبحانه وتعالى ولا يفعل العبادة إلا لله عز وجل، ولكنه للأسف يتبع إنسان مبتدع في هذه العبادة، فالعبادة مردودة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه، يعني ما ليس من الدين، فهو رد، يعني عمله مردود عليه. هذا الإنسان المحدث صاحب الذي اخترع بدعة في الدين. وكما قلنا الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن اخترع عبادة بعد كمال الدين وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الدين، فهو طعن في ربوبية الله عز وجل. ليه؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. تأتي أنت بعد ذلك تخترع عبادة وتقول هي عبادة، فأنت طعنت في ربوبية الله عز وجل. الله أتم هذا الدين وأكمله. لو كانت عبادة حقا يحب الله لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوصانا بها، صح؟ وإنما جئت أنت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تخترع لنا عبادة، هذا اسمه إحداث في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمله مردود عليه. طب إنسان آخر ليس محدث، يعني مش هيخترع عبادة، إنما هو مقلد المخترع. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المحدث الذي اخترع الذي ابتدع البدعة وسماها عبادة، والمقلد أيضا عملهما مردود. فهنا أهمية تعلم الدين الصحيح من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم. فلا نعبد الله سبحانه وتعالى بجهل ولا نعبده بضلال كما فعلت من النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود. ومن شاكلهم أتاهم العلم وأتاهم الحق ولكن لم يتبعوه ولم يعملوا به. ولا الضالين، والضالين هم النصارى. ومن شاكلهم كانوا أهل الضلال، يعبدون الله على الضلال، ليس عندهم علم. فالمسلم يتعلم دينه ويعمل الصالحات ثم يدعو غيره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقلنا أن المصنف رحمه الله أغفل شرطا مهما جدا، وهو شرط الإيمان. الإيمان هو الشرط الأول لقبول أي عمل. الكافر الذي هو ليس عنده إيمان مهما عمل من الصالحات عمله ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن جدعان، قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني كان يتصدق وكان يعطق وكان يفعل ويفعل، هل له شيء عند الله؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ليس مسلم، كان مشركا، مهما عمل من الصالحات ليس له عند الله شيء. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنه ما عنده شرط الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن،
يسعى للآخرة وهو مؤمن، أما الذي يعمل أعمال خيرة وهو ليس بمؤمن، يعني كان كافرا أو مشركا، هذا يجازى في الدنيا، ممكن ربنا يكافئه في الدنيا فقط، أما في الآخرة ليس له عند الله شيء. فإذا شروط قبول أي عمل عشان يكون عمل صالح مقبول عند الله عز وجل، أن يكون الإيمان، يعني يكون مسلم، إنسان مسلم، وثانيا أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة، والثالث أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يتكلم عن الإخلاص، قال: ما معنى إخلاص النية لله؟ هذا واضح، أن أمر الإخلاص ألا تبتغي بعملك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى الجزاء ولا الشكر نريده منكم. بعض الناس يفعل الفعل ويقول إيه؟ عد الجمايل دي، ما عد الجمايل ده عملك، لو كنت أردت به وجه الله، معنى كده إنك بتمن عليه. فالإنسان حتى لو قالها على سبيل المزاح لا يعود نفسه على هذا، لأنه هيتعود بعد ذلك هينسى الإخلاص أصلا، هينسى أنه يريد بهذا العمل وجه الله، وينسى أنه يريد أن يحتسب العمل أصلا لله عز وجل. فلا، أنت تريد العمل لله وحده لا شريك له. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. يريد أن يفعل شيئا من الصالحات، وهو سفيان الثوري إمام كبير، فيقول: أنا أعالج نيتي وأجاهد النية حتى أخلص لله سبحانه وتعالى، يكون العمل خالصا له. وثم قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ وهي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وجمع الله سبحانه وتعالى في آيات بين هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. فالعبرة عند الله بإحسان العمل وليس بكثرة العمل. إحسان العمل، قال الحسن، قال الفضيل بن عياض لما سئل: يا أبا علي، ما هو أحسن عمل؟ قال: أخلصه وأصوبه، يعني ما كان لله خالصا وكان صوابا، يعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أحسن العمل. وكذلك يعني رجل عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما، فقال يعني: الحمد لله والصلاة على رسول الله. يعني فيها حاجة دي؟ مش فيها حاجة. ابن عمر وجهه وقال: يا ابن أخي، ما هكذا أمرنا، قول الحمد لله فقط. أما الحمد لله أتعطي اخترع من عندك الحمد لله والصلاة على رسول الله؟ قال: يا ابن أخي، ما هكذا أمرنا. وهذا من شدة اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا متهيألي خلاص جبنا الوقت المناسب للدرس، حتى لو أطيل عليكم نكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.